كلمته وجعه كتير وجامه برعايته وقوته وراح احكي عن جدودي واقول كلام كتير وهغني على الربابة طول ما ليالي طويل وراح احكي عن جدودي واقول كلام كتير وهغني على الربابة طول ما ليالي طويل قول يا شيخ رافض قول سمعني كلام ربنا قول عالعين والراس يا خال ايوه خليكم معايا يا احباب واجروا نقاو الحديدك وراح تسمعوا السيره واحلى كلام فيها وراح احكي عن جدودي واقول كلام كتير وهغني على الرباب طول ما ليالي طويل وراح احكي عن جدودي واقول كلام كتير وهغني على الرباب طول ما ليالي طويل احبابي في الله اهلي وناسي في كل مكان عوافى عليهم اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من سيره ابونا ابراهيم اخواتي صدقوني كديه اتملي واتعلم من السيره والحكا فيها وكديه عتزيد وتزيد معرفتي بربنا اكتر واكتر عن محبته ووقوفه مع اولاده الامناء احباب الاعزاز على قلبي توقفنا الحلقة اللي فاتت عن عيسو اللي راح وباع بكوريته لاخوه يعقوب بوكلة عدس ايوه اتنازل عن امتيازات البكورية بارخص تمن وكيف باللي عمله وافق عيسو ليعقوب بعد ما غرف ليه من العدس وحط له وقال له كل يا اخوي فقال عيسو ها انا اموت من الجوع فما نفع حقوقي كبكر فقال يعقوب احلف بذلك اولا فحلف له عيسو وباع حقوق بكوريته ليعقوب واعطى يعقوب عيسو خبزا وعدسا مطبوخا فأكل عيسو وشرب وقام ومضى مستهينا بحقوقه كابن بكر مكل من العدس وشبع وشرب وارتوى وحس كيف استرد عافيته قام وهمل اخوه يعقوب ولا على باله انه كيف احتقر البكورية وامتيازاتها والحقوق اللي عتكون للواد الكريم
الكبير البك في ورثته من أبوه. شافوا رفقة وجمالها راحوا قالوا لإسحاق تبقى ليك دي، قال لهم دي تبقى أختي. إسحاق عرف إن مرته، لو عرفوا إنها مرته راح ياخدوها منه أو يقتلوه. فاستقر إسحاق في جرار، فسأله أهل تلك المنطقة عن زوجته، فقال إنها أختي، فقد خاف أن يقول إنها زوجتي، إذ قال في نفسه سأقول إنها أختي لئلا يقتلوني طمعا في رفقة لأنها جميلة. Shit.
حصل وحد من عندنا راجت يا سحق مع ميراتك وعشرها مش احنا اللي كنا هنشيل الزب ومنين اتعلم الخديعة دي؟ مابوه قبله وزي ما يقولوا اللي خلف ما ماتش ابراهيم في مصر وفي جرار قال برضو عن سارة مرته انها اخته فاكرين ولا لا وخاف لا ينقتل بسببها ايوه ده اللي عرفه اسحاق عن ابوه وراح يعمل نفس الشيء وقال عن رفقة مرته انها اخته خلي بالك يا اخوي خلي بالك خلي بالك يا عمي وخد لي بالك احنا اللي هنشكلوا عيالنا لما هنطلوا لينا في كل شيء هنعملوه احنا اللي عنقدوهم عشان ايوه عشان لو عيل عمل شيء ولا قال شيء ولا قلدك في شيء وكان غلط وعيب ما تلوموش لوم نفسك وقول عرف ده وتعلمه من مين اخوي عيش في الاول الحياه المستقيمه وكون مثال وقدوه لعيالك يشوفوا فيك الاب الامين في كل شيء الاب اللي بيخاف ربنا ويكون الغرس اللي هتغرسه في عيالك الورثة اللي هتورثها لعيالك وكفاية لحد كده يا احباب نهردك حلقتنا خلصت واستنون الحلقة الجاية تتصبحوا بالخير يا احباب والرب معاكم